ليه يا ليه تحطيني في موقف زي ده؟ تطلعيني طرطورة؟ يبقى الراجل بيكلمني على اني فاهم اللي بيحصل وانا واقف قدامه مش فاهم اي حاجه. هو انت سالتني هتجوز مين وانا ما رضيتش عليك؟ هو انا لحقت؟ ده احنا كنا لسه بنتكلم في الموضوع في مجرد المبدا سبتينا ومشيتي. وبعدين انا ياما اتحايلت عليك علشان تفهمينا ما رضيتيش. انا مش فاهمه هو في ايه؟ افهم فيكوا ايه؟ بقول لكم ان انا هتجوز، هي دي مشكله؟ هي دي عاوزه تفهيم؟ طب اشمعنى علي هنداوي؟ وانت كمان اللي تكلميه وتقولي له تعالى اتجوزني؟ هانت عليكي نفسك للدرجه دي؟ وانت اللي طول عمرك حاطه مناخيرك في السما وبتقولي يا ارض تهدي ما عليكي قدي؟ ولسه زي ما انا مناخيري في السما. انا ما قلتلوش تعالى اتجوزني، هو اللي حفيان ورايا عشان يتجوزني. ولو يا امي ولو. وبعدين ماله علي هنداوي؟ راجل مقتدر غني عنده فلوس، يعني مش هيبقى طمعان فيا وبيتمنى لي الرضا ارضه. وده كفايه يا امي علشان تتجوزيه؟ اسمع، مش عشان انت الكبير هتتحكم فيا، وانت صغير برياله ما قدرتش اتحكم فيك. البنت اللي انت حبيتها برضو اصريت واتجوزتها. انتوا كده كلكم مالكوش حكم عليا. لما ابقى مدي ايدي في جيب من جيوبكم ابقوا اتحكموا فيا، سامعني؟ اسكتي يا ست فاطمه، انا قلت خلاص يعني خلاص ومش هرجع في كلمتي. مش هتأذي إلا نفسك، هو هيتجوز واحدة اختارها ونقاها وهيعيش معاها مبسوط وسعيد. الدور والباقي عليك انتي، انتي اللي هتدبسي نفسك في أي واحد والسلام، وهو ولا على باله. يا حبيبتي انتي فاكرة انك انتي بتغزيه؟ ده انتي بتغزي نفسك. يا ولية اسكتي، انتي هتجننيني، هتموتيني نقص عمر. عايزة ايه مني؟ انتي بتخلصي عليا وانتي عاملة زي غراب البين كده. اتفضلي روحي على اوضتك. ما انا عارفاكي، انا عارفاكي طول عمرك عنادية، واللي في دماغك هو اللي هتمشيه ان شاء الله حتى تقضي بقية عمرك بتعيطي بدل الدموع دم. بس بقولك ايه؟ قالك ليه اللي وتعب السرت لسه هتقولي بقولك بره على اوضتك؟ حاضر، انا هخرج، بس قبل ما اخرج انا بقول لك كلمه تحطيها حلقه في ودنك. اللي بيشيل قربه مخرومه بتشر على ظهره. ماشي يا حضره النظره يا اختي، وليا عقد عليا النعمه من نعمه ربي لا اتجوز. بس 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 بس، وانت ايه اللي جبرك على كده؟ ما قلنا من الاول بلاش. مش قادرة يا فاطمة، مش قادرة أكون زوجة لأي حد تاني غير يوسف، مش قادرة، مش قادرة أتخيل. الله، طب ما احنا فيها، المأذون لسه ما جاش وكتب الكتاب ما اتكتبش. قولي لا. أقول لا؟ هقول لا وهو هيكتب كتابه يوم الخميس؟ ده أنا كنت أتقهر، كنت أموت فيها. بعد الشر، الشر بر وبعيد، إن شاء الله عدوينك يا حبيبتي. أنا لازم أتجوز، لازم أتجوز قبل ما هو يتجوز واللي يحصل يحصل. شوفوا مين على الباب. قول لها ان عريس الغفله جه بره. اهلا وسهلا. اهلا استاذ رياض. قول يا بنت فوزيه. وانا عايزه اوصاله. يا اهلا وسهلا، شرفت ونورت. الهي تنساطه دي دايما في الافراح يا رب. شكرا كده. يا مدام. عقبال ولادك يا مدام. بتعمليهم حلو قوي كده ليه؟ جرى ايه يا رياض؟ دول مهما كان ضيوفنا برضو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا 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 وسهلا يا مولانا. اتفضل اتفضل، اوعي كده يا بنت فوزي. ماشي يابا. اتفضل يا مولانا، اتفضل. ربنا يتمم بخير ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. خشي قولي للعروسه ان المأذون جه. حاضر. ما حد يستعجل لنا العروسه يا جماعه. شش. جاي منور يا مولانا. يا ساتر يا رب، ابنها على اخره. معلش يا بنت، يا فوفو عنده حق برضه. جمال ده يا ست ستات، يا ارض احفظي ما عليكي يا لافلي. يا اختي الف نهار ابيض، مرات ابويا، يا ربنا يتمم بخير. عشان لما ابوك اختي الف مبروك تخلي لك.
ألف مبروك يا ست الكل. أنا سلطان مش فاكراني ولا إيه؟ أهلا بيك. اتفضلي يا عروسة. اتفضلي. أهلا وسهلا. اتفضلي. اتفضلي يا عروسة. أيوة. أهلا وسهلا يا مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. خليها يا دادا. يا بنتي روحي لجوزك وانا هوضب كل حاجة. لا ازاي، لازم اساعدك، وكمان عشان اطمن على منال وحسين. اعملك بقى شويتين شاي حلوين كده. لا اقعد جنبي شوية، انا محتاج لك. وادي قاعد. انت مبسوط من اللي حصل ده يا رياض؟ والله يا حسام انا طبعا مش مبسوط، والموقف اللي انا كنت فيه النهارده ما افتكرش ان انا هنساه، وخصوصا بقى ان حضرتك طلعت نادل كالعاده وسبتني واقف لوحدي. ما قدرتش يا رياض، ده كفايه انها ضربتني بالقلم وانا في السن ده. وجرى ايه يعني؟ دي امك برضو يا اخي مهما كان. بص يا حسام، اللي انت عملته النهارده هو بالظبط اللي بكلمك عليه من زمان، الهروب من المسؤوليه. هروب لكن اوقف في جوازه امي ده شيء بشع يا رياض. هو فعلا صعب، بس خلاص ده بقى امر واقع ولازم نتعامل معاه، وفي الاول والاخر دي امنا، ولو عملت قد كده 100 مره هتفضل برضو امنا، يعني ما ينفعش نقول لها خلاص مالناش دعوه بيكي. لا انا بالنسبه لي فعلا خلاص ماليش دعوه بيها اطلاقا. يا واد بطل عبط، انا عارف ان انت متضايق وكلنا متضايقين، في الاخر هي ما عملتش حاجه غلط، ده حالها ربنا. ايه اللي انا عملته في نفسي ده؟ كسبت ايه؟ اتورطت في جوازه وراجل ملزومه بيه وبعدت عن عيالي، كل ده عشان اغيظك يا يوسف؟ يا اخي ان شاء الله معنك اتغصت. ده انت بارد، هو انت في حاجه بتحوق فيك؟ يا ترى يا ولادي عاملين ايه؟ كان حتة فيلم تحفة. لا انا شايف ان الجزء الاول اقوى بكتير. بالعكس يا حسام، انا شايف ان الجزء ده اقوى بكتير. ايوه طبعا انا مع بريوت بصراحة. بقى اللي احلى من الفيلم ان انتوا سهرانين معانا النهاردة. يا رب يخليك يا نبيلة. انا بصراحة مش عارف اشكركم ازاي يا جماعة على السهرة الجميلة دي وعلى البسبوسة الجامدة قوي. وام علي كانت تجنن يا بلبلة. الف هنا وشفا. على فكرة بلبلة طالعة من بقك زي العسل. يا حرام، دادا فاطمة نامت يا عيني. خلاص بقى خلوها نايمة هنا. لا طبعا، يبقى لا دادا فاطمة في البيت ولا ماما كمان. لا مش هعرف انام. طب ما تزعليش يا ستي، قولوا لي بقى تحبوا بكرة تتغدوا ايه؟ اشمعنى يعني؟ لان مش معقول هتتغدوا لوحدكم، انا بكرة هطبخ ونتغدى كلنا سوا. خلاص بما انك انت بقى هتطبخي يبقى اطبخي على كيفك، لان بصراحه البسبوسه دي طمنتنا على المستوى جامد جدا. بس والنبي يا نبيله بلاش اصناف فيها هاي كوليسترول. هاي ايه يا حبيبتي؟ كوليسترول. كوليسترول؟ معرفش ليه يا رياض ساعات بحس ان منال من اب وام تانيين. يا حسام عشان الرجيم ما يبصر. حاضر يا حبيبتي ما تخافيش. صباح الفل يا ست الستات. انت ايه اللي جابك يا علي؟ الله، ايه المقابله الوحشه دي؟ ايه المقابله دي؟ ايه انا مش قلت لك ما تجريش هنا؟ ليه؟ ده انا جوزك. بس وطي صوتك، محدش عارف الموضوع ده هنا. يا ست احنا بنسرق، ده انا جوزك على سنه الله ورسوله. انت صغير نغه، انا مش عايزه فضايح هنا. لا اله الا الله محمد رسول الله. يا ست الجواز اساسه اشهار مش في السر. اسمع يا علي، بقول لك ايه، انا عاوز اشوف شغلي. انت مش قلت لي يا راجل انت انك رايح دمياط، ايه اللي جابك؟ انا قلت اروح دمياط اشوف العيال لما لقيتك مصره ان انت تنزلي الشغل مع اننا لسه متجوزين امبارح. بتقولها تاني يا راجل، اغطش على دمك عيب عليك. بلاش حكايه متجوزين مع اننا لسه امبارح داخلين دنيا. بقول لك ايه، السهل يا عم علي، النهارده الخميس والرزق فيه حلو، انت شوف رزقك وانا شوف رزقي. كده برضه جميل، معاني ما انش عليا اسيبك في شهر العسل. كرايه يا راجل، عسل ايه وبصل ايه، انت هتلزق. بتوحشني يا لافلي. يا راجل السبطولك، انت عندك 20 سنه ما تحترم نفسك. لا بقى اللون بقى غامق قوي، انا مسافر هقعد يومين مش هتاخر. لا اتاخر، عشان انا كمان هقعد مع اولادي يومين. ماشي، كل شيء يهون عشان خاطر عيونك يا جميل. سلام.
يا اخويا سلم فوق قلبك. قال يا لافلي سم سيد. يا سيد. ايوه ست سرية. نعم. ايه ساعه تتصلي برياض؟ ما انا اصلي لقيت الحاج علي قاعد مع حضرتك. المهم يعني لقيته؟ ايوه لقيته، بس قال لي انه مش هيقدر يجي ابدا لان المدام بتاعته تعبانه قوي. تعبانه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مين اللي جوه؟ مين اللي في اوضه الست اسرائيل؟ لو كنت انس ولا جان عليك السلام. انا مديتك الامان. انا قلبي هيقف. بسم الله بسم الله الله اكبر. كمان وحشتيني. وحشت بيتك. والله وحشني بيتي فعلا. وحشتوني وحشني البيت وحشوني الاولاد. هما فين؟ سي حسام والست منال لسه ما رجعوش، وسرياط بقى ماله؟ اسكتي اسكتي، ما خلاص هيبقى اب. ما انا سامعاكي وانت بتزغرطي. المهم هو مبسوط؟ مبسوط قوي، والفرحه مش سايحاه. يا رب سعده وطعمه يا رب. مالك يا اختي؟ في ايه؟ اوعي يكون الحاج علي مزعلك ولا حاجه. علي ده علي بيتمنى الرضا ارضه، ده عايز يبوس الارض اللي بمشي عليها. يا اختي بركه، واحنا عاوزين ايه اكتر من كده؟ الله، مالك يا عيني؟ في ايه؟ فكي عن قلبك وقوليلي. ايه يا فاطمه؟ انت مش عارفه النهارده الخميس؟ طب وايه يعني الخميس عن بقيه الايام؟ يعني كاتب كتاب يوسف النهارده. طب واحنا مالنا؟ طب ما انت على ذمه راجل برضه. بس ما تقولوش راجل. ايه قصدك؟ ايه هو انا يلزمنا اي راجل بعد يوسف؟ بقول لك ايه، خلي بالك بقى من روحك. ايه طب ما انت يا اختي قاعده 5 سنين من غيره، ايه اللي استجد يعني؟ ايوه بس كان قدامي، كنت حاسه انه مستنيني زي ما انا مستنياه، على امل انه هيتلفت حواليه مش هيلاقي حد هيرجع لي ويرجع لاولاده. لكن كده خلاص بقى له بيت وقليل ما خلف له كمان عيل، ونسينا خالص وشلنا من دماغه. يا حبيبتي يا نور عيني، فهميني بس، انت سبت جوزك وجيتي هنا ليه؟ انتوا اتخانقتوا؟ الواحد ما بيرتاحش الا ببيته. وما تقوليش لحد ان انا موجوده هنا. بالليل بقعد مع ولادي. بالليل؟ يهو الله. وجوزك؟ ما قلتلك سيبيني بقى يا فاطمة. يا دادا. أهلا يا حبيبتي، أحضر لك العشاء؟ لا مرسي يا دادا. هي شقت بلبلة وبريض مضلمة ليه؟ خرجوا. روحوا فين؟ ما النهاردة كانت بكتاب أبوكي. هو النهاردة؟ طيب اعملي لي ونبي يا دادا. مين اللي في اوضه مامي؟ النور منور ليه؟ هي مامي نفسها. مامي؟ 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 حبيبتي يا مامي انت نايمه؟ انت بتعيطي يا مامي؟ فين؟ مالك يا ماما؟ ده فاطمه. يا ده فاطمه. في ايه؟ ماما مش عارفه مالها. مالك يا حبيبتي في ايه؟ مالك بس يا امي؟ في ايه؟ مين اللي زعلك بس؟ طب روحي هاتي كوبايه ميه بس بسرعه. حاضر. بس بقى يا حبيبتي بس، تعالي يا حبيبتي بس كفايكي بقى، استهدي بالله. ما خلاص انت هتفضلي تعملي في روحك كده لحد امتى؟ اتفضلي يا قومي. لو تفهميني بس في ايه؟ مال فيكي ايه الراجل المتوحش ده؟ مفيش حاجة يا بنتي، مفيش حاجة. مال في ايه بس؟ طمنيني. يا منال
منال! حسام! تعالى يا حسام الحق ماما! 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 مالك ماما في ايه؟ في ايه؟ ايه اللي حصل؟ في ايه؟ ايه اللي حصل يا خالة؟ وجت امتى؟ العصرية. ألف سلام عليك يا ماما. طب ليه ما قلتليش يا خالة؟ أنا اللي قلت لها ما تقولش. ما تفهمين يا ماما إيه اللي جرى؟ إيه يا أمي؟ الراجل اللي اسمه علي ده عمل لك حاجة؟ بالعكس يا حبيبي، ده أنا بعته عند ولاده يشوفه عشان أقعد معاك يومين. وحشتوني، وحشتوني أوي. بس زعلان مني يا حسام. أنا عمري ما أقدر أزعل منك يا ست الكل. أنا بس صعبت عليا نفسي أوي. أنت أول مرة تضربيني بالقلم. أنا عارف إن أنا غلطت، بس ما كنتش متخيل أبدا إنك أنت ممكن تتجوزي وتسيبينا لوحدنا. بس خلاص مش مشكلة، المهم عندي سلامتك. ربنا يخليكي لينا يا ست الكل. معلش يا حسن، ما تزعلش مني، كان غصب عني، غصب عني. وحشتوني، وحشتني يا بنت. ياه، ولا فلوس الدنيا تساوي لحظة وانا قاعدة في وسطكوا كده. ربنا يخليكي لينا يا ست الكل. ربنا ما يحرمك منهم ولا يحرمهمش منك ابدا يا رب.